كان بيسافر راجل سافر وراهم تونس، لا بيشيل سرج ولا مطار ولا بتاع. ابني كان مسالم وراجل كل الناس بتحلف في حياته، لكن اعزل هجموا عليهم يا فندم، سابوا لهم فتحوا لهم. دي مؤامرة مدبرة يا فندم، دي مؤامرة مدبرة. ما زال سودان مبارك، وما زال لوعاد حبيب العدل، وما زال المخلوع، وكل اللي في طورة بيحكموا بلدنا. لازم نوصل الكلام ده كويس قوي، مش كل مرة نقول ايد خفية ايد خفية ايد خفية، حصرتنا على ابن الوحيد. ايد خفية ايد خفية، كل ما يتكلموا ايد خفية. اقسموا لي زمايله ان يا عم ما فيش امن حمالة، كل دول هجموا علينا بالشوف. دخلوا ازاي يا فندم في استاد بالشوف؟ دخلوا بالشوف في استاد ازاي؟ ودخلوا بشوم؟ دخلوا ازاي؟ وليه دخلوا ازاي؟ يعني انا عايز اعرض ماتش كورة. اكتر حاجة بيحصل في ماتش الكورة يخلعوا الكراسي، يولعوا في حتة، لكن يموتوا بالشوف ويرموهم من الدور الرابع. ازاي في حد دلوقتي في ايد موت؟ كل ما كان ايد خفية، لا الايد الخفية موجودة، وكلنا هنموت. كل الشباب اللي اتشفاهم اللي حررونا وخلونا انا بتكلم دلوقتي على هوا وحضرتك بتسمعيني، كل الشباب ده ورا بعضه هيموت، وهم اللي حررونا. لان مش عايزين مصر تبقى حرة، مش عايزين مصر تبقى حرة، عايزين النظام الموجود عايز يستمر في الحكم. احتمال ساعتك هيستمروا في الحكم لو كانت محكمة ثورية وتعدم فيها حسن مبارك. انا بقول عليك يا راجل دكتور، ايه اللي بيجيبه في طيارة ونعم على سرير؟ ده بيتمشى هناك، بيحلفوا للدكاترة اللي بيتمشى هناك في الخمس نجوم اللي عايش فيها. بيتمشى على حسن، ما عندوش حاجة يا فندي، ما عندوش حاجة. ده مبروك كانت حط في طورة من الاول، ومحكمة ثورية عدمت الناس دي كان زماننا كلنا مستحيل. والدور هيلف، هيبقى ابن حضرتك وابن الجماعة حضرتك اللي مستضيفهم عليهم الدور. هيجي الدور بيلف. والله يا دكتور انا حاسه بمشاعرك، وكلنا حاسين بمشاعرك. انا كنت في القناه الثانيه قبل ما اكلم حضرتك من شويه، واتكلمت انا اتكلم بصراحه، واقول قلت انا واقول والثوره مستمره ولازم ناخد حق اولادنا. يا فندم ما ينفعش كلام نظري كده، احنا لازم ناخد حق اولادنا، احنا لازم يا فندم ناخد حق اولادنا. مش كل مره نقول خفيه ايه خفيه، لا في ناس بتحكم البلد لغايه دلوقتي، لازم نعترف بدي. في ناس بتحكم البلد لغايه دلوقتي وبتحرك البلطجيه دي وبتديها فلوس وبتدخلهم حضرتك تدخلهم عشان يموتوا شبابنا. لانه قبليها بيحكوا لي الشباب اصحابي، معلش اطول عليك يا استاذ واقول لك كل حاجه. لا ابدا يا فندم، احنا حاسين بيك واحنا عارفين مشاعرك وشباب مشاكك فيها. مدينه سلميه يا فندم ابني واصحابه كلهم طلبه، اغلبيتهم في هندسه وفي طب وفي صيدله، يعني مش شباب منحرف ولا شباب بلطجي. خرجت معاهم في مسيره امبارح، بيحلموا بحياه ابني. خرجت المسيره امبارح سلميه لغايه ما رحنا التحرير والجامع، يبقى مش احنا المخربين. شفتهم على الطبيعه يا فندم، نزلت معاهم. ابني كان كل ما كان في وزاره بينزل وسالم عمره مش ابني اللي حررني يا فندم، اللي خلاني بكلمك دلوقتي. ابني اللي حررني وحررك، موتوهم ابني وامثال ابني واصحاب ابني، هم اللي خلونا حرين. لازم نعترف بالكلام ده. احنا دلوقتي بنضار بحلول مبارك، الطرق بنضار يا فندم. ناس معاها مليارات واحده في طرق، يا تخيل يقعدوا ساكتين يا فندم. قبل ما يمشي مبارك قال الفوضى لنا، الفوضى لنا. ايوه احنا سامعينك وعارفين احساسك ونعزيك. بكره الطور هيلف وهيجي على كل الشباب الحلو في مصر وهتشوفي. لا ان شاء الله يعني احنا طبعا بنعزيك وحاسين بألمك وحاسين بوجعك. اب مصري لشهيد وكان طالب في كليه الهندسه وعارفين احساسك، والله عارفين احساسك. انا عايز حق ابني اجيبه ازاي؟ قولي لي الطريقه اللي اجيب حق ابني. انا لا بطاطي ولا ضايع ولا هم خرب. انا دكتور بقول لحضرتك ايه الحل الامثل ان اجيب حق ابني الشهيد. ايوه احنا طبعا كلنا عايزين حق اولادنا، عايزين حق اولاد مصر اللي استشهدوا. تكسب حقائق وتطلع اللجنه بعد كده وتموت اللجنه اللي بعديها. لا انا عايزين يا فندم نجيب حق الشهيد.
الشهيد لازم نجيب حقه ونجيبه ازاي؟ قولي لي الدكتور يعني يعمل ايه؟ انا دلوقتي الشباب مصممين كل يوم يخرجوا في مجال التحرير وياخدوني معاهم.